نحن سنبقى ولن يستطيع أحد أن يزحزحنا من وطننا، ومن أراد فليخرج منه. الطارئ على هذا البلد لا حق له بهذا البلد، ولذلك نقول لهم: كل حجر بنيتموه في أرضنا، كل بيت بنيتموه في أرضنا، لا بد إلى زوال إن شاء الله. ومهما أعلنوا عن بيوت هنا ومستوطنات هناك، ستزول جميعا إن شاء الله. وستكون على مزابل التاريخ، وسيتذكرون أن هذه الأرض لأهلها، هذه الأرض لسكانها، هذه الأرض للكنعانيين الذين كانوا هنا قبل 5000 سنة، ونحن الكنعانيون. وقلنا لهم: لا للقاءات وارسو، ولا للقاءات المنامة، ولا لأي شيء لا يقبله الشعب الفلسطيني. القدس مهما قالوا موحدة تنقل السفارة، نعمل كذا، القدس لنا رغم أنفهم. سندخل القدس مناضلين بالملايين، سندخلها كلنا، كل الشعب الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية والمسيحية، كلهم سيدخلون القدس، ولن نقبل أن يعتبروا شهداءنا إرهابيين. شهداؤنا شهداء الوطن، ولن نقبل أن يخصموا قرشا واحدا من أموالهم، ستعود لهم كل أموالهم، لأن الشهيد لأن الجريح، لأن الأسير أقدس ما لدينا.